كلنا عارفين قد ايه قراءة الكتب الفنية مهمة جدا لثقافتنا، وعشان كمان هي مصدر مهم جدا نتعلم منه، وكانت هي المصدر الوحيد قبل ما يبقى فيه انترنت ويوتيوب ومصادر تانية مختلفة نقدر ان احنا نعتمد عليه. لكن علشان نتعلم من الكتب بطريقة سهلة لازم نبقى عارفين الكتب الفنية دي ايه هي تصنيفاتها. انا النهاردة هتكلم عن تصنيف واحد، وهي الكتب اللي بتعلم الرسم كمهارة، مش مثلا تاريخ الفن، ثقافة فنية او سير ذاتية عن الفنانين. الترشيحات اللي انا هرشحها هتبقى كتب لتعليم الرسم، الاساسيات والتشريح وهكذا. الكتب دي كلها عبارة عن سلسلة كتب تعليمية لفنان امريكي مشهور جدا اسمه اندرو لومس. وكمان من الاسباب الرئيسية اللي تخليني ارشح لكم الكتب دي بالذات ان اللغة الانجليزية بتاعتها مش صعبة او مش معقدة قوي، فهتبقى سهلة بالنسبة لكم حتى في الفهم او في ترجمتها. اول كتاب هو Creative Illustration. الكتاب ده متقسم لسبع فصول اساسية، عنوانها هي Line, Tone, Color, Telling the Story, Creating Ideas, Fields of Illustration, Experiment and Study. كل فصل منهم بيناقش عدة نقاط رئيسية تعالوا نتعرف عليها. في فصل كامل بيتكلم عن الخط، عن أهمية الخط ودوره في توصيل وإيضاح معاني مختلفة. كمثال، الخطوط داخل اللوحة ممكن تثير مشاعر مختلفة زي الخوف أو الغضب، وكمان ممكن نستخدم مجموعة من الخطوط عشان نبسط شكل التكوين ونوزع العناصر بدون تعقيد أو تفاصيل كتيرة تستهلك مننا وقت. بالإضافة كمان إلى أن الخطوط ممكن نستخدمها لإبراز عناصر معينة في اللوحة ونركز عليها ونعمل جذب انتباه ليها. تاني فصل بيتكلم عن التون، يعني لو عندي لون أسود ولون أبيض في النص منهم تدرجات رمادية مختلفة، وده بيتنوع حسب طبيعة الإضاءة ومصدرها. دراسة المفاهيم دي مهمة جدا وأساسية في الرسم، لأن من غير التضليل ووجود التونات دي مش هنقدر نرسم أي حاجة بشكل ثلاثي الأبعاد أو واقعي. كمان الفصل ده هيساعدكم تفهموا طريقة تحديد مناطق الظل والنور، وبالتالي تشتغلوا بخطوات منظمة وتوصلوا لنتيجة أفضل، وكمان إزاي تخططوا اللوحة أو التكوين من خلال قيم الظل والنور لإيصال معاني مختلفة والتركيز على أجزاء معينة من التكوين، أو إن إحنا نخلي أجزاء تانية ضبابية أكتر. كمان في الفصل ده بيشرح عدة طرق أو تقنيات للتضليل، من ضمنها مثلا الاعتماد على إن إحنا نحدد كتل الدرجات الظل الغامقة بأسلوب ضبابي، وبعد كده نبتدي نضيف التفاصيل في النهاية. الفصل الثالث بيتكلم عن الألوان. في البداية هتلاقوا تعريف بعجلة اللون والألوان الأساسية والثانوية، وإزاي نقدر نحصل على قيم فاتحة وغامقة من كل لون. من الحاجات المهمة كمان إن إحنا نفهم اللون من خلال معرفة تأثير وجوده في الضوء والظل، وكمان الأتموسفير أو البيئة المحيطة اللي بتأثر على اللون واختياره، لأن اللون في حد ذاته ممكن يكون جميل جدا بالنسبة لنا بشكل منفصل، لكن لما نحطه في إطار معين يبقى مزعج أو غير مناسب لباقي العناصر وألوانها في اللوحة. بالإضافة لقواعد خلط الألوان بحيث إن هي تكون نقية مش بتميل لدرجات رمادية أو بهتة، ودي أكيد مشكلة بتواجه أي شخص مبتدئ لو مش دارس علاقة الألوان ببعضها. فمثلا هتلاقي اي مبتدئ بيقول ان هو هيختار درجات البشرة ازاي، بينما الموضوع مش بالبساطة دي ومحتاج دراسة. يعني لو شفنا المثال ده هنلاقي ان نفس درجة الاصفر ظهرت بشكل ناصع بشكل اكتر بكتير لما حطناها على خلفية رمادية، فده بيخلينا نخطط ان احنا ندمج الالوان ونختار مكانها في اللوحة بطريقة منظمة اكتر. من الحاجات المهمة ان احنا نجرب باليتات لونية مختلفة او مجموعات لونية مختلفة، بحيث نثبت لون واحد ونخلطه بالوان تانية، ده هينتج لنا مجموعة لونية متناغمة نقدر ان احنا نوظفها في اي لوحة او عمل فن. اللون بيشكل جزء كبير جدا من تحديد الستايل او الهوية بتاعة شغلك الفني، فلذلك هو بيحتاج تجارب كتير، وما تخافش ان انت كل فترة تغير الستايل ده وتجرب درجات لونية مختلفة وتشوف نتائجها هتكون عاملة ازاي. الفصل الرابع هيساعدنا ازاي نعرف ان احنا نحكي قصة ونخلق تصور مرئي لاي فكرة من خلال عدة اسئلة بنسألها لنفسنا في البداية، زي مثلا هل الجو العام المفروض ان هو يولد احساس معين بالسعادة، ولو مثلا انا هرسم موديل شكله او شكلها هيكون ايه، والازياء والمكان وكل تفاصيل اللوحة انا ببدأ ابنيها من خلال الاسئلة دي واجابتها. كل ده نقدر نطبقه من خلال سكتشات سريعة اسمها ثامبنيل، اللي هدفها عمل تصور سريع للفكرة وأماكن الشخصيات والديكور أو البيئة المحيطة في العمل الفني.
كمان من ضمن الطرق اللي ممكن تساعدنا في التخيل هي الاستعانة بالريفرنس أو الكليبينجز زي ما أندرو أشار ليها في الكتاب، يعني مثلا استخدام صور، أساس، موديل أو أي عناصر إحنا محتاجين نضيفها للوحة، لأنه بيبقى من الصعب جدا تخيل كل شيء من الصفر عشان أبني كونسبت أو فكرة من خيال. مهم جدا إن إحنا بعد ما نكون درسنا الأساسيات السابقة نبدأ نفكر إزاي نولد أفكارنا الخاصة، وده مضمون الفصل الخامس. طبعا ده مش بيحصل من فراغ زي ما البعض بيعتقد، ولكن بيكون نتيجة عملية بحث وتفكير، ومن ضمن ده إن إحنا نكتب أفكارنا والكلمات والأسئلة اللي بتدور في ذهننا، لأن الإجابات عليها هتوصلنا لأفكار متعددة. وبرضه هنرجع لمفهوم السكتشات السريعة اللي من خلالها نقدر ندون التصورات اللي في ذهننا دي بشكل خطوط سريعة. الفصل السادس متعلق بالجزء المهني، وبيشرح أكتر إزاي نقدر نوظف الرسم في مجالات إبداعية زي الإعلانات والبوسترز أو المنشورات الدعائية أو مثلا القصص المصورة وأغلفة الكتب، ودي من ضمن وظائف تانية أنا اتكلمت عنها في فيديو سابق عن مصادر الدخل المناسبة للفنانين، هسيب لكم لينك الفيديو ده في الديسكريبشن بوكس. أما في الفصل السابع والأخير بيختم أندرو لوميس بنصيحة مهمة جدا، وهي الدراسة والتجربة باستمرار، لأن بعد فترة هتلاقي نفسك بتتعلم أسرع لأنك اكتست الجزء الأصعب وفهمت الأساسيات بشكل كبير. مشكلة المبتدئين كمان إنهم مش عارفين يرسموا إيه أو يتدربوا على إيه أو ما عندهمش أفكار، لكن الطبيعة من حوالينا أو الواقع مليء بالموضوعات اللي إحنا ممكن نتدرب عليها، سواء لاندسكيب أو حيوانات أو طبيعة صامتة أو بورتري. كمان برشح لكم إن أنتوا تدرسوا باقي كتب أندرو لوميس اللي هي Successful Drawing, Figure Drawing وJohn the Hidden Hands، ولو حابين إن أنا أعمل لكم ريفيو عن كل كتاب اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس. طبعا نظرا لشهرة الكتب دي انتوا هتلاقوها كلها موجودة على جوجل بي دي اف، تقدروا برضو ان انتوا تشتروها من امازون لو انتوا حابين ان هي تبقى موجودة عندكم ورقية. لو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم اللي عندهم كمان اهتمام ان هم يتعلموا الرسم، وشكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.